الخوخ والبطيخ أنواع من الفاكهة الصيفية اللي شغلت أذهان المواطنين في الفترة الأخيرة بعد تحذيرات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الفاكهة المحببة لدى الكثير من الأشخاص لاقت تحذيرات من بعض الأطباء بعدم تناولها خلال هذه الأيام. تحذيرات الأطباء جاءت نتيجة لعدة أسباب، منها أن هذه الفواكه حساسة تجاه الحرارة ما يعرضها للفساد وبالتالي الإصابة بالنزلات المعوية، وأيضاً ليس هذا أوان إنتاجها، ما جعل الأطباء يؤكدون تعرضها لأنواع من الرش والمركبات للعمل على نضجها بسرعة. ولكن هذه التحذيرات قابلها عدد من النصائح لتلاشي هذه الأضرار الصحية، ومنها شراء الفاكهة في مواسمها المعروفة والبعد عن استهلاكها في غير مواسمها، غسل الفواكه والخضروات في ماء وخل أو ماء وملح لتنظيفها، ساعد ذلك على التخلص من كمية أكبر من المبيدات، لذا يمكن غسلها لمدة 15 دقيقة ثم تناولها. من مصر، محمد الجباس.